يصنع المعجزات. خدها قاعدة كده زي ما هي. طول الوقت احنا في حالة طلب للغفران ان ربنا يسامحنا ويغفر لنا ويعفو عنا، مظبوط؟ كلنا كده. انت بقى، هل انت يا بني آدم مسامح البشر اللي زيك ولا لا؟ هل انت مسامح اخوك؟ هل انت مسامح صاحبك؟ هل انت كنت في علاقة قديمة ومشت وانت لسه شايلة همها ولسه مش مسامحاه، ولا خلاص سامحتيه؟ هل احنا سامحنا بعض ولا لا؟ هي دي حلقة النهاردة، عن الغفران والتسامح. اول ما انت بتسامح الشخص، انت بتشيل من جواك زي جبل كبير قوي بيخليك ان انت ازاي تقدر ان انت تعيش بمنتهى الخفية والحرية. طول الوقت احنا في حالة شحن، طول الوقت احنا في حالة ان احنا بنتشحن طاقات سلبية من الناس اللي حوالينا. بس انت دلوقتي طول ما انت مش مسامح الناس اللي حواليك، انت بتقعد تشحن نفسك بنفسك طاقة سلبية. الغفران هو معنى كبير قوي، هو ان ربنا بيغفر لنا، بس احنا برضو كبشر محتاجين ان احنا نسامح ونغفر بعض، وهو ده المستوى الاقل من الغفران. اللي احنا هنعمله مع بعض الحلقة دي والحلقة الجاية ان شاء الله، ان احنا هنتعلم ازاي ان احنا نعمل تمارين للغفران، ان احنا نعمل تمارين للتسامح، ان احنا نسامح الناس اللي حوالينا بمنتهى السهولة وفي خطوات. ناس كتيرة قوي قابلتها بقالها مثلا سنين كتيرة قوي مش عارفة ان هي تسامح اشخاص معينة ظهرت واختفت في حياتها، او ممكن اشخاص هم عايشين معاهم مش عارفين ان هم يسامحوهم. هحكي لكم قصة. القصة دي قصة دكتور اسمه هيولين. الدكتور ده هو دكتور في هاواي. الدكتور ده كان زمان في زي مكان كده زي مستشفى نفسية في هاواي، كانوا مسمينها جحيم هاواي. كان مفيش دكتور بيروح يشتغل ويفضل مكمل، لا كان بيمشي على طول، لدرجة ان الحيطان لما يتنوها الدهان كان بيقع، مفيش حد هناك بيبتسم، محدش مرتاح، كان في مشاكل، هو كان جحيم بمعنى الكلمة. الدكتور ده لما راحوا قال اوكي انا عايز اروح، هو كان دكتور علم نفس ودكتور في الطاقة، قال اوكي انا ماشي، قال لهم انا مستعد ان انا اساعدهم بس بشرط ان انا استخدم تكنيكات في الطاقة. قالوا خلاص، ما هو اصلا اي حد بيجي بيمشي، فخلاص اوكي انت تعالى. فراح فقال لهم انا عايز ملفات الناس دي كلها، مسك ملف ملف وما قابلش حد من المرضى، بقى مسك ملف ويشوف الشخص ده مثلا عنده غضب، الغضب ده هو اللي وصله لكده، فبقى يبص للملف ويقول ايه انا ايه اللي انا غضبان منه في حياتي خلى الشخص ده يبقى جزء من الواقع بتاعي. يعني الموضوع ده مهم جدا والمعلومة دي خطيرة جدا لازم انت تبقى عارفها. يعني ايه ان انا عملت ايه في حياتي يخلي الشخص ده في الواقع بتاعي؟ ده معناه ان انت كل حاجة انت بتقابلها في حياتك ليها دليل جواك، ليها حاجة جواك، فهي بتظهر في العالم الخارجي بتاعك. وهو ده اللي الدكتور عمله، ان هو بدأ بنفسه بقى يمسك الملف، اوكي انا عملت ايه، أو ايه اللي انا غضبان منه في حياتي، بقى بيبص انا غضبان مثلا من مراتي، فبقى بيتخيلها قدامه ويقول انا بحبك ومسامحك وبشكرك، ارجوك سامحيني. فبقى بيمسك ملف ملف ويشوف الشخص ده عنده ايه المشكلة اللي عنده، وبقى بيشوف هي ايه اللي جواه، او هي ايه اللي في الواقع بتاعه اللي عنده نفس المشكلة دي. فبدأ ان هو يغير نفسه بعد بالظبط اقل من ست سنين. المستشفى دي ما بقاش فيها اي مريض غير هما اتنين، المستشفى دي بقى الدهان بيدهن فيها وبيثبت. الكلام ده كان بعد 6 شهور، وبعد 6 سنين الناس كلها مشيت. اللي حصل ايه؟ ان دكتور هيولين هو بدأ بنفسه، بدأ ان هو يسامح نفسه، بدأ ان هو يغفر لنفسه، بدأ ان هو يطبق كل حاجة بيشوفها في حياته على نفسه ويصلحها. اول ما عمل كده، اول ما الواقع بتاعه كله اتغير. فانت واقعك عامل ازاي؟ حياتك عاملة ازاي؟ ايه الحاجات اللي جواك انت مش قادر انك تتخلص منها؟ مين الاشخاص اللي في حياتك اللي انت مش عارف تسامحهم؟ عايزاك تبقى عارف حاجة مهمة جدا، كل حاجة بتحصل لك في حياتك بدأت الاول في خيالك، بدأت الاول جواك. مثلا واحدة جوزها بيخايف او دايما بيخاف ان هو يدخل معها في علاقة قوية، انت اللي خايفة مش هو اللي خايف. يمكن هو خايف من القرب بس انت خايفة من البعد،
ففكر دلوقتي وشوف في حياتك ايه الحاجة اللي في حياتك محتاجة ان هي تتغير، ايه الحاجة اللي في حياتك محتاجة ان انت تغيرها عشان الواقع بتاعك يتغير. اول ما هتعرف الحاجات دي وتغير اسلوب حياتك فيها، واول ما تغفر وتخلي التسامح هو اسلوب حياة، اول ما هتلاقي ان حياتك اتقلبت تماما. الحلقة الجاية ان شاء الله هنعمل التمرين اللي هيغير حياتك ويخلي المعجزات ان هي تتجلى وتظهر في حياتك بمنتهى السهولة والراحة والسعادة.